السلام عليكم العشرة الإخوة الأعزاء المحترمين، عدنا فيديو جديد، جيم جديدة كما كتشوفوا في التيترو قدامكم هنايا، سميتها مونوبوليو. هاد الجيم هادي باينة من العنوان ديالها، يعني كتبني هو داك اللعيبات تاعو بحال بزاف ديال لي جيم. مي هادي اللي خلاني ندير عليها فيديو، هو فيها بزاف ديال البرانت اللي زوينين، بحال دابا مثلا توكن ملي غتخرج اونتي دوك داك الحوت الكبير، يعني اونتي تريدر الناس اللي غيتريديو السيستيم داير هكا بحال البلان ديال ديك الراي سيتي تقريبا. هادشي في ليرون تيم ما عندهم والو، ما عندهم حتى توكن، تيم تقريبا فيها وصله شي 40 واحد، وتا واحد ما عنده توكن ديال الجيم، ما كايناش شي واليت في هذيك التوكن. والجيم قريبه تخرج وتلق البريسيل ديال ليلاند، وتباعوا ليلاند تقريبا في قل من 20 دقيقه، يعني على واحد الاقبال دايره الهايب في سبليون، الناس اللي عزيز عليهم هاد النوع ديال الجيم. وليلاند كاينين ديال ليلاند اللي واصلين 25000 دولار، واحد لاند سميتها الشيخ. المهم هادشي كامل غادي نهضروا عليه في هاد الفيديو الدراري، باش نشرحوا ايطاب باغ ايطاب، نشوفوا الوايت ليست. وكيجيما هبطوا غادي تضربوا واحد لايك قبل ما يبدا الانترو، وشي كومونتير هبط خلي شي كومونتير كيف ما كان كتب فيه شي لعيبه، حيت تنقرا دابا كاع لي كومونتير تقريبا الدراري. واللي ما دير سبسكرايب يديرها ولا انا عاود قام طوال ونهار طويل العقل كيف هو وهادشي جالي قام طوال ونهار طويل. عدنا كما قلت لكم الدراري، راه تقريبا عطيتكم الخلاصه ديال داكشي اللي مهم راه هضرت عليه في الاول. وكي ديما الدراري انا هاد الفيديو اللي كندير كنهضر على الجيم، حيت هو الصراحه ما بقاوش، يعني ولات تقريبا شي 0.0001% ديال لي كومونتير اللي خايبين، منهم هذيك اللعبه ديال تكيتينا ولا المهم هذوك مشاو مع بوم كريبتو، مشات تيك الجيم وغبروا مع هذوك ما بقاوش كيبانوا في لي كومونتير. دونك الا بقى شي واحد ولا شي واحد ديال الله جا ما فهمش البلان، هو انه في هاد لاشين كنهضروا على الجيم، تنشوفوا الوايت بيبر ديالها، وما تنقولش انا شي واحد دخل الجيم ولا تنشجعك على تدخل، انا غير كنهضر لك على الجيم. يعني كل جيم قبل ما تدخل ليها انت تكون عندك واحد نسبه الريسك طالعه 90% تقريبا، وانت كتبقى تقلب وكتنقص الريسك كل ما انت كتقلب باش ما داك الريسك كيتنقص. دونك انا كندير فيديو كنقص لك واحد شوي ديال الريسك من داك من هذاك لو ريسك اللي عندك انت انك اللي بغيتي تدخل للجيم. دونك هذا هو الاوبجيكتيف ديال لاشين، ماشي تنقولوا شي واحد دخل ولا باش حيت باش يجي واحد ويقول لك جيتينا، فهذا شي بين بانه هو فهمتي حمار عليه سرجو خصو اللي يركب فوقه، هذاك هو اللي يقول لك جيتينا. ما بنادم اللي عنده عقلو تيجي تيشوف الجيم الفيديو تيمشي تيبحث على راسو ثاني، بانت ليه البلان عجبو راه تيدخل ما عجبوش البلان راه تينسى تيتسنى فيديو اخر هكا داير البلان ديال لاشين. اما اللي يجي ويقول لك جيتينا خويا راه خصك منظر ولا خصك تاكلو. المهم معليناش ندوزو هاد التريلر ندخلو في صلب الموضوع، مشينا بزاف تعمقنا. المهم كيما قلت لكم هاد الجيم هادي كتشري واحد اللاند، ديك اللاند كتقدر تبني فيها بزاف ديال البلانات وكتبقى تدخل الفلوس، يعني بحال داكشي اللي كنا كنلعبو ديال المزرعة السعيدة تقريبا، كوبي كولي غير هادي مكملة قريطة وصافي وكريبتو. المهم لي لاند كما قلت لكم فيهم تما الغاغيتي، وكاين داكشي كل لاند مثلا على حسب الغاغيتي، بحال هادو هما هاد لي سلوت هما البريس فين تقدر تبني. عندك يعني مثلا هاد الاول عندك 10 غادي ل 14 البلاصه، كاين مليونير فيها 28 بلاصه، والشيخ الشيخ هي الطوب يعني 35 بلاصه تقدر فين تقدر تبني. ودوك لي لاند لي غاغيتي تاع عندهم حتى في البيزنس، مثلا بحال دابا الشيخ عندك 35 بلاصه في البيزنس، غتكون عندك 5 ديال بحال دابا مثلا بغيتي تبني ريستورا ولا مثلا باغي تبني شي كافيتيريا تقدر تبني منها 5 الا كانت عندك الشيخ، كانتك عندك عادي تقدر تبني حاجه وحده. دونك الا عندك الشيخ 35 بلاصه تقدر تبني 5 البلايص، من تكون عندك 5 ديال الحوايج، مثلا ايس كريم تقدر تبني منها 5 وغاديه، وكاينين بزاف ديال لي بروجي. هادشي بالنسبه لليلاند الغاغيتي، بالنسبه للبيزنس حتى هي دوينا عليها. كاين ستيكينغ جوبونس يكون كل حد جوبونس كل حد تيتطلق ستيكينغ وما عرفتش اش كيتحبس. المهم السيستيم ديال ستيكينغ كاين مي دايرين له داكشي محدود، ما ماشي تقدر تجي في اي لحظه تستيكي داكشي بلا وقت. شنو هذا يا
هنا بالنسبة للبلان ديال ديال الكليم، ملي كتبغي تكليمي عندك 15 يوم عاد تقدر تكليمي، مي تقدر تكليمي في النهار الاول، ولكن انت تقطع لك 30% في 30% ديال البورسونتاج من هذاك من داك الريورد اللي عندك. مثلا عندك 100 توكن وجيتي كليميتي النهار الاول غتمشي لك 30 حبه من هذيك ال100. دونك باش تولي 0% خصك تبقى تسنى 30 خصك تسنى 15 يوم وكل نهار تتقطع عليك 2% من هذيك 30%، يعني تدوز 15 يوم كتولي 0% عاد ديك الساعه تقدر تكلمي. يعني هذا السيستم هذا شفناه في بزاف ديال لي جيمز بونس، بحال السيكار مثلا راه فيها هذا السيستم، في 5 ايام كتولي 0% مي هادو دايرين 15 يوم. كاين الابغريد ديال لي لاند، تقدر تابغريدي دوك لي لاند تيولك وتا البيزنس تاعك تتابغريدا. مثلا باش تابغريدي البيزنس من مليونير خصك تابغريدي 5 ديال لي مليونير باش تعطيك واحد شيخ. وكنا الدراري باش نكونوا متفقين هنا، هاد لي لاند تضرب واحد لي برايس اللي اتمنى خيالي. دخلت شفت دابا الشيخ بشحال تبعت الكتاب ب 25000 دولار، يعني راه بزاف. ندوزو للتوكن، التوكن قال لك دابا حاليا باقي ما تلاقيناش، ما بغوش يطلقوها دابا، مي غتكون منها شحال 10 مليون، 10 مليون في السيبلاي، وما بغوش يطلقوا لها السميه باش ما يكونش لي سكام واللعيبات. يعني النهار غادي تطلق غيحطوها سير بلاص، غيحطوا الكونتراكت ديالها وغتحط التوكن. دابا يعني باقي ما كايناش التوكن، كاين دابا حاليا هي لي لاند. هادشي اللي كاين. الرود ماب راه غاديين تقريبا سالت الفاز ا في الاواخر ديال 21، يعني الناس خدامين بشحال هذا. دابا يلا وصلوا لهنايا الكيو 1 في 22. تطلقات الجيم بيتا، تطلق البريسيل ديال لي لاند ديجا ساله، البيتا يلا تطلقات دابا، يعني واصلين واصلين جو بونس لهنا للبيتا تيستينغ. غيديروا الماركتينغ للجيم، غيكون واحد البريفيت سيل ديال التوكن، يعني الناس اللي تيهتموا بالبريسيل ديروا عينيكم، دخلوا للديسكورد، ديسكورد ديال الجيم، ورميو على النهار تطلق النهار تطلق البريسيل راه غادي تشري التوكن بواحد البريس اللي هابط. هادشي اللي كاين، يعني هادشي كامل وراه غادي باقي بيخرج التريلر، باقي بتخرج الماركت بليس. التوكن هي غتطلق في البانك سواب، عاد ستيكينغ تا هو فوق شهر 3، من ورا شهر 3 تاني بيت تاع الماركتينغ اللعيبات. المهم هذا هو الرود ماب ديالهم، يعني هما غاديين ايطاب باغ ايطاب. الجيم تقريبا باقي ليها واحد مي بي واحد 10 ايام باش تخرج، هادشي على ما قريت انا في سميتو. المهم الايرنين كلشي كاين هنا، كيفاش تاتيرني لعيبات على حساب الروي بشحال دخلتي، كلشي دايرينو هنا. الشيخ ديري لك هادشي على حساب لي لاند، كل لاند شحال كتعطيك، يعني بان لينا هادشي خيالي الصراحه. ما عرفتش مي هاد الجيم هادي ديال جوبونس ديال فوق 200 دولار دخلو، هادشي اللي بان لي انا، حتى تمينتي ب 200 دولار وانت وزهرك في ليلاند. شوف ليلاند اللي غطيح لك، سينو كتمشي كتشري ليلاند ديريكت الا ما عندكش الزهر ديال البلانت لي بوكس. لي رول قلتهم في الاول، ما كاينش الميلتي كونت، يعني فيها البان، هادشي باين. والبلان ديال التريدينغ وداك داكشي اللي تطيح التوكن حتى هو انتيردي، يعني تقدر تريدي في التوكن طبانه الى الواليت ديالك بقيتي كتشري وكتبيع تطبانا ديك الواليت. كيف ما كنتي يعني كتلعب ولا ما كتلعبش كي باني واش بونس، يعني ديرين اونت او البلان ديال لي بوت تا هو تي باني ولا، يعني شيتينغ بجميع انواعه، حتى تا تريدينغ التراري واش سكالبينغ تا هو تصيح شويه التوكن، تخلي بنادم تشري واحد الكونتيتي كبيره وكيدخلوا الناس للجيم وكيبيع هذاك التريدر، يعني الحوت الكبير. كاينين اللي دايرين هذا البلان هذا، انا تنديرو في بزاف لي جيم بحال ديك الاس بي جي سبيس كريبتو، كنت كنتريدي انا في التوكن، داكشي اللي دخلت في السكالبينغ فيها اكثر من ملي غتدخل في لي جيم. دونك هذا البلان هادو مانعينو، باديره طيبه. المهم تيبان لي التراري هادشي اللي كاين في هذا الجيم، واحد البلان نشوفو لي لاند، تشوفو داكشي كيفاش دير
راه بان لي داكشي مرسوم مزيان ومقدم مزيان، يعني الخدمه مخدومه. واحد الراديو، المهم اللي لاند هما هذا هير بلاصه بوقعه في هذيك اللاند ديالك، يعني تقدر تبني مثلا بحال هاد اللعيبه في ديك اللاند الكبيره اللي على حساب شنو طلع لك انت في الرياضي. شنو كاين هنا؟ يا بزاف البلانات، يعني تقدروا اللي عندك لاند كبيره طلع ميت تبنى، وكل حاجه كتدخل لك الفلوس. بحال هنا كما كتشوفوا هاد الريستورا شو كيدايره، يعني راه هادشي مرسوم مزيان الصراحه، مخدوم مزيان. كاليتي نقدر نعتبوهم، نقدروا نعتبوهم 10 على 10. الا شفنا ديك الريس سيتي مقارنه بهاد الجرافيز تتحسب شي حاجه مخدومه نقيه. ها هي لي لاند، هادي هي اللاند ديالك هكا تتلعب. هنا فين كتبقى تبني، هادو هما دوك اللعيبات اللي شفنا دابا، بحال لي ريستو، بحال الايس كريم، بحال كلشي كيتبنى هنا. واللاند ديالك نتا هي هادي. وكما قلت لكم، بحال مثلا بغيتي تبني من شي بلاصه بزاف، يعني على حساب البيزنس اللي طلع لك في هذيك اللاند. وهذا الشيء جاني الصراحه مزيان نقي تيم. وما هادو هنا كان البريسيل ديال لي لاند، كان ليميت ب 200 دولار، يعني ب 0.40 بي ام بي. وكما شفتوا هنايا هاد اللاند هادي الشيخ راه 25000 بزاف، مليونير 5500. جو بونس ارخص لاند تيرا 500 دولار، و 67% انها طيح فيك. اجي 32 دونك الشيخ 0.001. واو ولي شيت. وباش تشد هادي الشيخ خصك تابجريدي 5 ديال هاد المليونير باش تشد هادي ديال الشيخ. وا سي نو يتك في الشيخ كما خلا داك كما وقع لنا في ها هي جات المليونير. شوفوا كي دايره الدراري، شوف البلايص فين تقدر تبني، هادو هما البلايص فين كتبني. او داكشي العمارات، يا سلام. اجي هي مليونير، جو بونس با حتى انت الشيخ. قلبت انا، قلبت قبيله ما بانش ليا ديال الشيخ. ها هي ما كايناش شي حاجه عاديه، راه باينه بحال هكا كامل تبع هادي شي اجي بحال هكا شي ايبيك مثلا. لا ايبيك هي مليونير، والليجند هي سميت هي الشيخ. وهادشي بالي زين. هنا فين كتبني هما هادو الاراضي اللي عندك، وكتبقى كتبني مثلا لي ريستو، داكشي اللي كتربح هو التوكن، وكتكليمي كل 15 يوم. هادشي خلاصه الدراري لخصنا الجيم. جو بونس نتسناو على ما يطلق البريسيل، نشوفو التوكن كي دايره، نتسناو هاد التمرة حتى هو واحد الفرصه نشوفو الجيم كي غتكون. هاد هاد لي جيم هادو حتى هما فيهم داك السيستيم العرامي، يعني كتبع لك الكتاب اي حاجه في هادشي البلاي تو ارن. اجي بعدا البلاي تتلعب، يعني ما كاينش الكليك، كتجي هو كتكليك مي كتلعب، يعني هذا نوع لي جيم بحال المزرعه السعيده راه كنا كنلعبو. دونك حتى اجي ما فيهاش لعبه انت تتكليكي وكتربح، خصك تبقى تبني وتسنى وتوكل لك ليان وتشعب وداك التخربيق. المهم الناس اللي عندهم هاد النوع ديال الجيم، هادشي اللي كاين الدراري، نتسناو الجيم تتخرج. كيف ما قلت لكم الدراري، انا راه شرحت الجيم، هضرت على الجيم، ما قلتش لشي واحد دخل، يعني دوك لي كومونتير واخا ما بقاوش، مي لا جا شي واحد يعني من بعد، راه هاد الميساج ليك برادر، حنايا تنشرحوا الجيم. عجباتك سير قلب عليها، ماشي الا عجباتك دخل ليها، سير قلب مزيان عاد دخل للجيم. وهادشي اللي كاين الدراري في هاد الفيديو. الا كان شي جيم اخرى خليو لنا كومونتير، شي لعيبه ندويو عليها الدراري في نيكست فيديو. لي كومونتير راه كنقراهم. العز ليكم الدراري على السيبور، بزاف ديال لي كومونتير مزيانين. دوك لي كومونتير الخايبين ما بقاوش تقريبا في شي 5 ديال الفيديو الاخرين، يعني دابا ولات 100% عندنا فول سيبور. لا كان شي انتقاد من شي واحد وحشمان انتقد، خود راحتك. كما قلت لك اي كومونت راه كنقرا كنجلد البنادم قليب. كان شي لعيبه كنجاوب صحاب، شي زيرو، شي واحد ماتيك، شي جوج ماتيك. الدراري سيرو شراو الماتيك اصاحبي، و دابا الا عطيتك انا واحد ماتيك انت واحد راه صافي. ما بقى اخواتنا الوليد، دونك من الاحسن تشريو اللعيبه تاعكم الا كانت شي حاجه تنعاون. مي تاني بزاف شتا داكشي كثر،
عاون تقريبا اكثر من 20 واحد. واحد شويه تيبان ليا بنادم بزاف ولا تحت لي الوليد ديالو صافي الدراري راه الله يجعل البركه. ما منش تاني شي يوتيوبر ولا ستريمر تاع بنادم راه تكون العكس، راه التوناسيون تجي من عند الناس اللي كيكونوا متبعينك ماشي من عندي انا. و ستريم الدراري ستريم غادي نرجع للستريم تاني ليتس فاكين جو، يعني تويتش تقدروا شي نهار تكونوا مريحين تطلع لكم ستريم في ام باك يعني ما عرفتش لا دات بالضبط، مي هاد السيمانة ان شاء الله غنرجع للستريم حيت قدت نعاسي وطولت عليكم في هذا الفيديو. يعني الا بقيتي كتفرج حتى لدابا حتى الدقيقه 17 عارف راسك، شوف عارف راسك راك من واحد من العائله فهمتي، يعني باش تفرج 17 دقيقه 17 دقيقه في هذه الهوره هذا وفي هذا الصوت ديالي عارف راسك كاين برادر العز ليك. وخلي كومونتير الا وصلتي حتى لهنا باش نجي لك قليب كومونتير ماشي ب... يلا تهلاو في راسكم الدراري بعدنا فيديو اخر بيس. واللي مشارك وراه صعب واتشي تشالي.